نفى مجلس القضاء الأعلى وجود زيارة حالية لرئيسه القاضي فائق زيدان إلى إيران أو غيرها. وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان له أن رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي، خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين الذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب. ودعا مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب إلى أن تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي يسيء إلى المواطنين العراقيين كافة.